لاباس؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو؟ كي دايرين مع هذا الوباء؟ تنتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس. اليوم ان شاء الله جيت باش ندير معكم الشباكيه. عرفتوا دابا راه رمضان ما بقى ليه والو، والشباكيه تيبغيها اي واحد، اي دار خصها تكون شباكيه، واي طبله ديال رمضان خص ضروري شباكيه تكون. ان شاء الله غادي نبدا معكم بالمقادير. هنا غادي نحتاج ليها واحد الكيلو ديال الفرينه، هنا عندي معلقه ونص ديال النافع، هنا معلقه صغيره ديال السكر كلاصي مخلطه مع شويه ديال المسكه الحره مطحونه معها، هنا معلقه ونص ديال حبه حلاوه كبيره، معلقه ونص كبيره، هنا صفر ديال البيضه، هنا معلقه صغيره عامره مزيان ديال الخل، هنا واحد شويه راكم شفتوا واحد شويه ديال الخميره ديال الدار. هنا نحتاجو شويه ديال الخميره الكيماويه، وهنا قبيصه ديال الملحه، وهنا معلقه كبيره ديال القرفه. هنا غادي نحتاجو كاس ديال العنبه، نص ديال الزيت المائده ونص ديال الزيت البلديه، هنايا كاس ديال الزبده اللي هي مذوبه ومحيد منها هذاك مصفي من هذاك الماء كما تشوفوا، وهنا كاس ديال اللوز مطحون، وهنا كاس ديال الجلجلان مطحون، وهنا كاس ديال الماء زهر فيه زعفران الحر. ماشي بالضروره ديروا زعفران الحر، لا ما عندكمش ديروا غير زعفران العادي، وهنا الماء بطبيعه الحال باش نجمع العجينه ديالي. غادي نبدا معكم واحد الطريقه اللي هي زوينه وتتخلي الشباكيه ديالتنا تجي ناجحه 100%. هذه الطريقه هذه اللي غادي نوري لكم البنات عمركم ما غادي تندموا عليها، هي هاد اللوز وهاد الجلجلان اللي هما مطحونين تنزيد نطحنهم في الزيت، في هذاك الزيت النيت، في هاد القياس ديال الزيت ولا في شويه ديال الزبده، المهم كيما بغيتو تنطحنهم حتى تيوليو ليا بحال بخاليني. دابا غادي تشوفوا معايا. تندير نص كاس تاع هاد الزيت وغادي نطحنو ونرجع معاكم ان شاء الله. غادي نبدا ان شاء الله غندير كاع هذاك الشيء الناشف ديالي، ديك حبه حلاوه والنافع وديك المسكه الحره. الملحة نخلط هادشي مزيان، داك النافع والحبة حلاوة والقرفة خصها تكون مطحونة مزيان مزيان، مطحونة ومغربلة باش الشباكية تخرج لكم زوينة. هذا هو السر ديال الشباكية، يخص كل شيء يكون مطحون ومطحون مزيان. صافي دابا غادي ندير لكم داك اللوز اللي قلت لكم طحنت مع نص الكاس ديال الزيت، شوفوا كي تيولي. صافي هذا راه اللوز، ها هو الطحن، ما تيبقاش لينا حبوب. هذه الطريقه هذه تيجي تجي ليها شباكيه زوينه. دابا غادي ندير هاد الجلجلان هو هاد الخميره هذه غادي نديرها في هاد الماء هذا اللي فيه داك الزعفران الحر ولا الماء زهر باش تذوب ليا هنا. صافي نخليها على جنب حتى تذوب، ندير الخل. دابا ها هو الجلجلان، نزيد عليه داك النص ديال الكاس الزيت و
وغادي نطحنها. صافي ها هو شجلان طحن حتى هو داك الزيت، عرفتي هاد الطريقه جربوها وغادي تشوفوا الشباكيه غادي تجيكم رائعه. هذيك شويه ديال الخميره، ماشي بزاف ديال الخميره. صافي دابا داك الزبده وديك البيضه، الصفر ديال البيض عفوا، صافي تنبداو نبسو هادشي مع هذيك الفرينه ديالنا باش يدخل لينا في هذيك الزيت وديك اليدام ديك الزبده. الطريقه هذه تجي الشباكيه ما شاء الله، غادي تجربوها وغادي تشوف، غير تبعوا الطريقه غادي يصدق لكم زوين ان شاء الله. الشباكيه صافي دابا كملت بالمزهر وزعفران وديك شويه ديال الخميره اللي قلت لكم درتها دوب. صافي تنبداو نجمعو، تقدروا تجمعوها بالماء ولا بالماء زهر كيما بغيتو. انا غادي نقول لكم بالضبط شحال هزات ليا باش جمعتها باش ما تردوش. صافي غادي نبدا معاكم بالكاس الاول باش نتوما تعرفوا القياس، نبقى غادي معاكم شويه باش ندير لكم القياس اللي كفاها ديال الماء باش ما تخلطوش ان شاء الله باذن الله. غيب شويه دابا غادي نغيب شويه معاها حيتاش ما تتبغيش تكون خفيفه بزاف، ما تبغيش تكون قاصحه بزاف. غادي تشوف القوام ديالها ان شاء الله. غادي نبقى معاها بحال هكا بشويه بشويه حتى نجمعها. شفتو هي بدات تتجمع والماء كيما قلت لكم سيرو غير بشويه. هي قربت تجمع، صافي دابا ها هي جمعات. غادي نخدم على البون طراي باش تجيني ساهله حتى هي تتبغي تدليك الشباكيه هي تدليك خصكم تدلكوها. هي تتبغي تدليك البنات، ها هزوا على يديكم ودلكو، هي ما حدا تدلك وهي تتكون زين. صافي تنقع ليها بحال هكا تقريبا شي 10 دقائق وانا تنخدم فيها وعاد نرجع معكم ان شاء الله. صافي دابا هنا ساليتها كما تشوفوا تجي بحال هكا، تجيش رطبه بزاف وما تجيش قاصحه بزاف. ها هو القوام ديالها. صافي دابا غدلكتها مزيان تقريبا شي 10 ولا 15 دقيقه لقيت عليها بدليك. دابا غادي نخليها ترتاح واحد شويه، نغطيها بالسيلوفان ونخليها واحد نص ساعه عاد نرجع معكم. صافي من بعد ما دازت ديك نص ساعه اللي قلت لكم غادي نجبدها باش نقطعها
وارتحت مزيان. دابا غادي ندوز بالمدلك وغادي نبدا نطبق فيها. الطريقه هي اللي تخليكم الشباكيه تنجح وتجي مجعبه. صافي نديرها هنايا نخليها ترتاح. انت غادي بحال هكاك. صافي من بعد ما كملتها بحال هكا من التورة غادي نغطيها وغادي نخليها تسارح واحد 20 دقيقة تقريبا حتى تطلق ليا، وعاد غادي نرجع معكم باش نبدا نسرح فيها بالماشينة والدلاك. صافي من بعد ما ارتحت لينا العجينة ديالنا كما تتشوفوا، دابا غادي نبدا نطلق فيها. صافي نطلقها شويه بالدلاك ونديرها على الجوج. هي الاولى صافي، ونعاود نديرها على الخمسه. تطلق لينا مزيان. صافي وزيدها ستة تشبكي راكم عرفتو تتبغي تكون رقيقة باش تجي زوينة. صافي من بعد تنخرجها تجيني بحال هكا، راكم شفتوا كي تجيني رقيقه ورقيقه بزاف. هانتوما بلان طرافاي تيبان منها، ضروري خصكم تنقوها الا بغيتو الشباكيه تجيكم زوينه. صافي دابا غادي ندوز للمرحله ديال التقطاع ديال الشباك ان شاء الله معاكم. صافي تنبدا بحال هاد، ندير لكم الشكل بحال هكا. نجيب هذه حتى لهنا فين خليتها في الاول ونقطعها البلاصه فين حيتها تنقطعها كما هكا. صافي تتحطوها هكا تلصقوا مزيان هذه البلاصه اللي جبتوها ليها. صافي وتجيو لوحده اخرى. صافي نفس الطريقه
صافي تجيو حتى للبلاصه اللي بديتو فيها وتتقطعوها صافي سهله. صافي ونجيب هاد الجهه اللي جمعت فيها العجينه مع هاد الجهه ونلصقهم مزيان كما تشوفوا. نجيب جوج ستيلوات ولا شي جوج حاجات هكا بحال الستيلو صافي ونجي نقرصهم هنايا في الوسط باش يجيني الشكل ديال الورده صافي. وتتبداو تحلو فيها الطريقه هي اللي بغيتو ديروها. غادي نعاود معاكم وحده اخرى ندير وحده الفوق شرطه لتحت شرطه الفوق شرطه لتحت شرطه الفوق الاخرانيه تنقبطها هنايا وشوفوا شوفوا مزيان. وهذا تنعاود نخرج هذا الصبع ديالي بحال هكا سهله وتنقبط من هنا ومن هنا صافي. وها هي الشباكيه ديالي مشكله صافي. دابا نبدا نقليهم صافي. دابا تيدخل فيهم داك العسل صافي. دابا ملي تقلاو انا درت فوقهم شويه ديال الجلجلان كما تتشوفوا صافي. دابا غادي نقدمهم لكم في البلاطو غادي نرجع معكم ان شاء الله صافي. ها هي الشباكيه ديالتنا وجدات كما تتشوفوا. شوفوا كيف تجي تجي كلها مبايل تجي خفيفه وخاويه من الداخل وطبيعه الحال تتكون رقيقه تجي ما شاء الله. تنتمنىكم تجربوها وتنشكركم والله يدخل عليكم هذا رمضان الصحه والراحه والعافيه ان شاء الله والشفاء من عند سيدي ربي والى الفيديو الماجي ان شاء الله.